لا هو محمود، ازيك يا استاذ سامي، مبارك ايه؟ الحمد لله حضرتك بخير. الحمد لله ربنا يبارك لك. انا شفت ليك فيديوهات كتير يا سامي على اليوتيوب، وانت من الناس اللي على خلق محترم يعني. ربنا يخليك يا استاذ محمود، ده من ذوقك. ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لك. اه انا اتفضل بس يا استاذ محمود. ربنا يعزك، انا بس تعليق عشان اللي كان بيقول الاستاذ الحسيني بخصوص ماء الرجل والانثى. طيب احنا يعني علميا الحيوانات المنوية تحت المجهر اكس واي، فالاكس ده الحيوان المنوي الانثوي، والواي ده الحيوان المنوي الذكوري، وكل واحد ليه صفات خاصة بيه، فبيحصل بينهم تسابق. تمام، فان على الحيوان الذكري واي الانثى فكان ذكرا، وان على الحيوان المنوي الانثوي فبقى واي. فده تفسير الحديث من ناحية الإعجاز العلمي. طيب النقطة الثانية، في حديث تاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن هذا الأمر أوله نبوة ورحمة، ثم خلافة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم يتقدمون عليه قدم الحمر، فعليكم بالجهاد، فإن خير الجهاد الرباط، وإن خير الرباط في عسقلان، اللي هي منطقة غزة يعني. فطبعا ده حكي للتاريخ أمة بحالها في سطر ونص، تمام؟ وإن أحداث أو قبل أحداث آخر الزمان هتحصل في منطقة حوالين غزة والكلام ده كله، وأكم من أحاديث كتيرة جدا عن صدق النبوة. أتمنى بس إحنا لما نيجي نفسر، أنا ما عنديش مشكلة في رأيك وفي إيمانك وعقيدتك، أنت حر، أنا ما عنديش مشكلة، بس ما تبقاش عقيدتك قائمة على ازدراء دين تاني. أنت مثلا لما أجي أقول لك على آية في القرآن خاصة بالإعجاز العلمي، تقول لي هات لي يلا تفسير الطبري، هو فهمها إزاي من 800 900 ألف سنة، وتيجي تجيب حديث وتفسره أنت على مزاجك، أنا ما عنديش مشكلة، اتناقش، بس هات الصورة كاملة، هات الرأي والرأي الآخر، وتعالى نتناقش. لكن معلش، لا أنا ولا أنت ولا ده عندنا العلم الكامل في كل حاجة عشان نزدري دين تاني. آه أنا خلصت يا أستاذ سامي، اتفضل. طيب ناخد الموضوع من الاول بقى. قلت انه اذا على ماء الرجل ماء المراه اذكر باذن الله، واذا على ماء المراه ماء الرجل انثى باذن الله. طبعا هو في تكمله في لفظ اخر من الحديث، اذكر باذن الله وشبه الولد اعمامه، لو انثى باذن الله وشبه الولد اخواله. ماشي، او شبهت البنت يعني اخوالها، يعني هي طبعا بنت انثى يعني. الاشكاليتين كالتالي. الاشكاليه الاولانيه، حتى حضرتك وانت بتحاول انك انت يعني تحبل الحديث ما لا يحتمل وتحمله ما لا يحتمل، برضه غلط. لان الكروموسوم واي والكروموسوم اكس بتاع الذكوره وبتاع الانوثه الاثنين بيجوا من الراجل. يعني في الحالتين ماء الرجل هو اللي بيعلى ماء المراه. المشكله الثانيه انك انت فسرتها ان ماء المراه اللي هو النطفه. النطفه دي فسرتها ازاي؟ يعني انا لما كنت انا قاعد انا بتكلم مع ناس، واحنا كل معلوماتنا ان ماء المرأة هو ماء المرأة الافرازات اللي احنا بنشوفها دي، وانا لا، انا كون قصدي حاجة تانية مش اللي هم هرشينها، فولا اكلف نفسي ان انا اشرح حاجة زي كده، رد عليك ولا حتى انا سبتك تكمل للاخر خالص لغاية ما رحت عسقلان ورجعت، انا لسه ما كملتش الاولاني. اتفضل. فانت المفروض ان انا قاعد عمال اشرح لناس، تخيل ان انا عمال بشرح لناس وانا قصدي حاجه غير اللي انا عارف ان هم هيفهموها، يبقى انا بضللهم، يبقى انا قاصد ان انا اضللهم، قاصد ان اضحك عليهم، واخد بالك؟ عشان انت تيجي في الاخر خالص تقول لا لا لا، هو اكيد مش قصده كده، هو قصده اللي احنا اكتشفناه. شوف احنا اكتشفنا ايه واحنا هنعملها قصده، حتى لو هو مش قصده احنا بقى هنتصرف ونخليه ان هو يقصد كده غصب عنه. لا، هو ما كانش يقصد الماء اللي الناس كلها عارفاه واللي قاعد بيحكي لهم عارفينه، لا لا، هو قصده اللي احنا اكتشفناه وتاكدنا منه. فانا عندك هنا اشكاليتين في الحديث ده. اول حاجه ان هو علميا غلط اصلا، مش لا ده بيعلو ده ولا ده بيعلو ده، هو الراجل بس هو اللي بيحدد. تاني حاجه ان المفروض ان دلالات الالفاظ المفروض ان هي تكون مطابقه للمتلقي، ولو مش مطابقه للمتلقي فده غلط في الارسال، وده تضليل، اسمه تضليل كده، زي الخناقه اللي كنا بنتخانقها على موضوع صفات الله. الحاجه التانيه في موضوع النبوءات، لو انت عايز تتكلم على النبوءه، لو انت اعتبرت النبوءه دي معجزه، يعني اي تكهن من نوع ايه؟ انت عارف ماني
قريب على فكرة هتشوف فرنسا دي حاجة جامدة جدا. انت عارف حسيني ابنك ده على فكرة هيبقى ربنا هيبسطك بيه لما يكبر. ايه ده؟ كلام عام، كلام عام. ولا يعدو الا انه يكون تكهنات، توقعات، امر بالفعل. يعني حتى زي ما لما ربنا بيقول كده ومن دخله كان امنا، ومن دخله كان امنا، ده ما هوش حكم طبيعي، ده حكم تشريعي. يعني من دخله كان، مش اي واحد هيخش هيبقى امن اوتوماتيك، لا قصده امنوا انتوا اللي هيخشوا، فما تعتبرش مثلا نبوءه مثلا او حاجه زي كده. فانت برضو النبوءات بسبب ان هي غامضه انت ما تبقاش تفهم. القائد اللي جاي يكلمنا ده لما يقول شباب هنفشخكم، دي اسمها نبوءه مثلا يعني، ولا اسمها مجرد تحفيز، ولا اسمها مجرد تمنيات وتوقعات؟ ما احنا لو كلنا خسرنا محدش هيعيش عشان يحكي ان انت قلت الكلام ده اصلا، ولو كسبنا هتلاقي 100,000 واحد. انت عارف ان ساعه الحرب العالميه الثانيه في الحادثه بتاعت ووترلو، انت عارف ان جه واحد لواء لفرقه عسكريه، الفرقه العسكريه ديت بعد الحرب فرقه عسكريه انجليزيه بتحكي عن معارك حصلت ومش عارف ايه، وطلعوا في تبه وانا اتضربت وشلت زميلي، ويجي واحد تاني يحكي نفس الحكايه، ويجي واحد تالت يحكي نفس الحكايه ويزود، ويجي واحد رابع يحكي نفس الحكايه. الراجل اللي هو طلع في الاخبار قال على فكره يا جماعه، الناس كانوا متحمسين شويه، مفيش اي حاجه من دي حصلت اصلا، اصلا ما حصلتش، المعارك اللي بيقولوا عليها دي اساسا ما حصلتش. ايه رايك بقى يا عم الحاج؟ عشان المنتصر هو اللي بيخترع اللي عايز يخترعه، منتصر بيروي التاريخ زي ما هو عايز. ما تعرفش الحديث ده اتكتب امتى اصلا؟ اتفضل طالما انت مصر، اتفضل يا عم محمود. طيب ماشي يا فندم. اول حاجه حته اللي خاصه بان هي الحديث بتاع المد، لانه اصلا القران هو قال كده، ذكر الانثى من يمن يمنى، من فهو اصلا القران محدد النماء إيه إيه؟ الرجل. ذكر الانثى ايه؟ انا بس مش فاكر الايه نفسها، وخلقنا الذكر والانثى من من يمنى، تمام. فهو من اصلا يمنى؟ القران فهو القران اصلا تمام محدد قاطع بشكل قاطع ان تحديد نوع الذكر والانثى من الرجل. وبالتالي الحديث قدامك حل من اتنين، يا اما انت هتفسره، هكمل بقى يا استاذ يا احمد بعد اذنك، فاما الحديث هتفسره زي ما انت استاذ سامي عاوز، او زي ما انا عاوز. طب ما هو القران خلاص ريفرنس، وهو المرجع ان هو خلاص هو بيجي من الرجل قولا واحدا، تحديد نوع الجنين، ادي واحد. طيب الجزئيه الثانيه اللي حضرتك اتكلمت فيها، انا ما بحكيش قصه، انا بحكي حاجه احنا شفناها. يعني على مر العصور الامه الاسلاميه من خلافه لملك ثم يتكادمون عليه كدم الحمير، بمعنى الايه ان الاسلام هيتهان. في حديث ثاني ستدعى عليكم الامم كالغثاء السيل، وانت عارف اكيد الحديث ده يا استاذ احمد، وده فعلا الواقع اللي بيحصل للاسلام، تمام. فهو ترتيب الاحداث بالشكل ده جاي منين؟ يعني ازاي احنا خلافه ثم ملك ثم يتكادمون عليه كدم الحمر؟ يا استاذ احمد، ده في واحده من الصحابه، بس عشان انا بجيب من الكونشسنس مش بجيب من متن الحديث، بيحكي لهم على فتح قبرص او وقالت له ادعي لي اكون من الاولين، وفعلا في قبر باسمها هناك وهي قاعده خلاص، وفعلا من اول الناس اللي غزت وماتت. وهجيب لك الاف الاحاديث على كده، بس احنا بنركز على شويه احاديث بتتفسر بالمزاج، تمام. والبخاري ومسلم فيه الاف الاحاديث، تمام، بتدل على معجزات ودلالات وغيره وغيره. يا سيدي الفاضل، انت فهمه زي ما انت عاوز، انت حر. انا ما عنديش مشكله يا استاذ احمد، فكل واحد في عقيدته وايمانه، بس هي الفكره كلها ما يبقاش عقيدتك قايمه على ازدراء دين تاني. انت عامل مبنى على انك انت تزدري وتهدم دين تاني، هي دي مشكلتي. انت فاهم انا قصدي اقول لك ايه؟ طيب انا هرد تاني من الاول. ان انا ابذل المجهود ده كله علشان احشر في زور القائل حاجه هو ما قالهاش عشان اعمل ان ديني صح، ده بؤس وتعاسه، دي تعاسه ما بعدها تعاسه. لان ما كانش صعب ابدا 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 على النبي اللي عنده اعجاز علمي ان ببساطه كده يوصل للبدو او الناس اللي هم الجهله دول، يقول لهم على فكره الذكر هو من يقرر جنس المولود وليس الانثى، ولا سوف تعلمون نبأه بعد حين. سهله خالص، بص سهله ازاي، سهله ازاي، من غير ما الف وادور واتشقلب واروح واجي، خلاص خلاص، سهله جدا، تمام. مش سهله جدا جدا ان انا اقول
بعد وفاتي بعشرة أعوام ولا بأربعين عاما سيأتي ملك عضوض، وبعده بمئة عام سيأتي التتار والمغول ومش عارف. سهلة جدا 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 جدا. انما ايه بقى، احنا بقى علشان احنا ايه يعني عندنا إرادة ان انا بص انا هعملك اعجاز علمي غصب عنك غصب عنك. وايه اللي واضح قطعا ده في القرآن، ان هو ان الراجل هو اللي صاحب واضح ده قوي ازاي دي يا راجل؟ ده انا جملة قلتها لك لو قلتها لعيل عنده 6 سنين هيفهم. لو جه ابني ولا بنتي اللي عندها 5 سنين بتقول لي هو ليه يا بابا احنا في مننا اولاد وفي مننا بنات، اقول لها حبيبتي هو لما واحد يتجوز واحده الراجل الزوج هو اللي جواه اللي بيخلي لما ماما تحمل يبقى ولد ولا يبقى بنت. هتفهم هتفهم والله. 5 سنين مش محتاج ان انا افعصها واقول لا اصل ماء، مش يعني ماء قصده بيها نطفه، واعتلى مش قصده بيها يعني يعتلي، اعتلى يعني قصده الكروموسوم. ايه ده؟ ليه كل ده؟ ليه كل ده؟ الا لو انا خلاص بص انا فلست، انا مش لاقي حاجه، خليني بقى هبيع هدومي بقى امري لله بقى. فانت الاعجاز العلمي ده هو واحد بيبيع هدومه علشان يثبت النبوه حقيقه فعلا يعني. اما موضوع الازدراء، الموضوع اللي هو ازدراء ولا حاجه يا سيدي، لان الازدراء ده اصلا هو حريه شخصيه. ايه فكره ازدراء؟ انت بس مجعلص الكلمه علشان انك انت تحس ان يعني ان الموضوع مؤلم جدا. ازدراء ده حريه شخصيه، انا ما بحبوش ولا شايف ان هو مفيد، انا ما بحبوش شايف ان هو مضر، انا شخصيا ما بحبوش. لكن هل من حق واحد ان هو يزدري؟ حقه جدا ان هو يزدري. ليه بقى حقه ان هو يزدري ويهين الفكره؟ اولا لان الافكار لو ما تمش اهانتها عن طريق افكار اخرى اصلا ما كناش هنتطور. وانت تعتقد لما جم الرأسماليين استأذنوا مثلا وقالوا هو بص هو الشيوعيه والاشتراكيه جميل جدا 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 يعني، بس انا عندي اقتراح كده لو ما فيهاش اساءه ادب والنبي يا عم اقرا يا عم انجلز كان كاتب ايه ورد عليه اسمه ايه ده ادم سميث في الكتاب بتاع شو عامل ازاي، ده سبين الدين لبعض. شوف يا عم الناس كانوا بيتعاملوا مع الافكار ازاي. هي كده ديناميكيه الشعوب في تغيير الايديولوجيات عموما وفي التطور. ايوه بتيجي بالاهانه يا عم، اذا كان اسمه ايه ده نيتشه اللي هو ملحد وكانت اللي هو ملحد، نيتشه بيقول على كانت مخصي فلسفيه مخصي، اللي هما الاثنين المفروض في نفس الخندق، ايه المشكله؟ ازدري الشخصيات العامه وانتهك وعرض الفكره زي ما انت عايز وفيها ايه؟ ايه المشكله يعني؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ ناس في مرهفه الحس يعني؟ ما هو اللي مرهف الحس ده لو هو متبني الفكره دي عن قناعه وعن دليل مش هيتضايق. انت ليه تماهيت مع الفكره؟ كونك انت تماهيت مع الفكره ده قرارك انت، انك انت اعتبرت ان انت والفكره واحد، وان اي اهانه للفكره هي اهانه ليك، ده قرارك انت، انا مش مسؤول عن قرارك. ما انت ممكن بكره تغير رايك، استناك لما تقول لي خلاص انا كده انفصلت عن الفكره، انا بس مقتنع بيها بس منفصل عنها، تقدر انك انت زي ما انت عايز. لا انا مش راهن اشاره الناس، وكل ما اجي انتقد حاجه افتكر ايه ده الارض كرويه ولا مسطحه؟ لا استنى، عشان المسطحين بيعتبروا ان هم والارض المسطحه واحد، والفكره دي بالنسبه لهم زي ابوهم وامهم. الله خليك ما تنتقدش الفكره دي، ايه ده؟ ايه ده؟ هفضل بقى بالشوكه والسكينه شغاله؟ الامور ما بت... يعني الامم ما بتتقدمش بالطريقه دي، بتتقدم بالحريه، ان انا يكون عندي حريه في ان انا اتكلم. وبعدين اقول ايه طب خلاص يا عم بلاش ايه يعني بلاش اهانات مباشره يا عم، خلينا اتكلم كده ايه يعني انتقاد كده من فوق الهدوم. ماشي هعمل شويه انتقاد من فوق الهدوم كده للفكره، واجي اقول لك ايه محمد كذا كذا، بيطلع انت مزدري محمد كده حفده بالنسبه لي ازدراء. الله، طب ما ايه رايك حضرتك تكتب لي ايه الحاجات اللي انا اقولها، تحب اقولها ايه، تحب اعملك ايه النهارده على العشاء بالمره كمان يعني. فاحنا مش هنبقى على مزاج الناس، الموضوع ده فعلا بقى متسيب بشكل. لا انا مقتنع بصراحه بوجهه نظر ناس يعني، انا واحد من الناس انت بتقول عليا انا شايفك محترم ومش عارف ايه ومش عارف ايه ومش عارف ايه، انا اتسجنت عشان مزدري. ايه رايك يا عم محمود؟ انا اتسجنت واترفدت وسبت شغلي وسبت البلد واضطردت منها واضطردت من دول الخليج كلها عشان مزدري اللي انت شايفه ده اللي بتقول عليه محترم وكويس. ليه بقى؟ عشان فكره الازدراء دي فكره يعني كده يعني عصفوره في السماء محدش عارفها ولا حد عارف شكلها، ولا شايفين في حاجه طايره في السماء مش عارفين شكلها عامل ازاي، مش عارفين ابعادها ايه ولا حدودها ايه ولا بتعمل ايه ولا ما بتعملش. كل واحد ده بيعرف الازدراء بمزاجه مزاجه. انت مجرد انك انت قلت انا سبت الاسلام انا بالنسبه لي ده ازدراء، مجرد انك انت بتقول ان ما فيش ربنا انا شايف ان ده ازدراء. لا خلاص انت بقى شوف مع نفسك الازدراء ده انا اللي هحدده، انا اللي هحدد امتى اتكلم بتون عالي بتون واطي، اختار كلماتي انا اللي اختارها،
وانت حضرتك عاجبك خش اسمع. انا ما فرضتش عليك الكلام ده، انت ما فتحتش القناه الاولى لقيتني طالع لك على التيك توك. انت اللي داخل هنا وعارف الليفل بتاع الناس اللي بتتكلم فيه. في منصات تانية ومساحات تانية الناس فيها مزوده العيار قوي ما تخشهاش. سهله جدا. امتى تقدر تحاسبني؟ لو اقحمت ده في المجال العام. جيت لك كده قدام بيتك، واقف انا تحت البيت كده في البلكونه، وبنادي عليك من تحت: محمود محمود، ورحت مقطع لك القران. كده عندك حق. انا كده اقحمت الازدراء ده، او رايي او كراهيتي للفكره او انتقادي للفكره غصب عنك. في مجالك وانت ماشي، في شغلك، في بيتك، في التلفزيون العام بتاع الحكومه، في الطريق العام بتاعك، انت كده عندك حق. عندك حق تنتقدني، تبلغ عني. الحكومه عندها حق لو عملت اي فعل يجرم الكلام ده ويعاقب عليه باي عقوبه محرره. انا ما يخصنيش، انا قاعد في المساحه بتاعتي وبتكلم براحتي. ليه منتظر مني ان انا لازم احترم فكره اذتني واذت اهلي واذت ناس كتير، وناس كتير خسرت حياتها بسبب الموضوع ده؟ ليه احترم الفكره دي؟ ليه اعمل كده يا عم محمود؟ بناء على ايه؟ مديني انت ايه قصادها؟ يا عم محمود، لو كان في حكم شرعي كان المفروض انا اتختخ انا وكل الناس اللي معانا دول. كلهم كان المفروض يتختخوا. ليه؟ يعني لمجرد بس ان هم سابوا الدين. هو حد يعني هقول لك الحاجه يا احمد، بس صلي على النبي. بس يعني عايز اقول لك الحاجه، هو انت شايف يعني حتى الامه العربيه او الوطن العربي، بغض النظر انا مش يعني مش هقول تفاصيل كتير، ما انت شايف التدني اللي وصل ليه الناس، تدني يعني انت ده بسبب انت فاهم. انا يا عم اسمعني بس يا عم احمد، انت فاهم قصدي ايه؟ تمام. انت شايف التدني اصلا الناس وصلت لفيه ايه، والمستوى اللي وصلت فيه ايه؟ تمام. والواحد بيتعامل يعني باخلاقه. انا ممكن اقابل احمد مهما كان معتقدك، انت حر فيه، انا احترمك. يعني انا شفتك كتير وسمعت لك كتير، تمام، مع اختلاف الجذري مع في كل افكارك والكلام ده كله، بس كفايه اسلوبك الراقي، تمام. ومع ذلك في ناس تانية، تمام، دينها بيحسها على حاجات كتيره المفروض كويسه، ومع ذلك عندها تدني. ما هي دي مالهاش علاقه لا بدين ولا الكلام ده كله. اما بالنسبه اللي انت تقصده وتتكلم فيه يا احمد، دي مشكله الحاكم، الدوله، انت فاهم قصدي؟ الدوله. لكن انا كمحمود والله مهما شفتك بتعمل ايه، ادم يعني ما بتغلطش، يعني انت حر في عقيدتك، انت حر ومن زي ما انت عاوز. ده الاصل، ده انا متربي عليه من ابويا، كان راجل شيخ، انا متربي عليه، ده حر وعقيدتك. فما تلومش الناس، الناس هي اللي فيها مشكله يا احمد، لكن مش الدين، صدقني دي قناعتي، تمام. وانا هسيبك على خير، انت راجل محترم، واتمنى بس يعني حاول دايما الفكره توصل، تمام. تراعي، لان دي في الاخر عقيده ناس، وناس كتيره جدا الموضوع بالنسبه لها صعب، فدي عقائد، انت فاهم قصدي؟ فانت ما تاخدش الموضوع يعني على نفسك. يعني يا عم محمود، لو انا جالي واحد دلوقتي من اللي بيطلعوا معانا وقال لي احنا عندنا في الدين المرتد يتختخ، ماشي، ولو سمحت احترم عقيدتي دي، فانا المفروض احترم عقيده واحد لو في دوله المفروض ان هو يتختخني، ده كده المفروض احترمه. يا احمد مش انا كفرد، انا ماليش دور، انا كفرد. يعني معلش يا استاذ محمود، حضرتك ايه يعني في الدين، يعني في الدعوه، يعني احنا بنتكلم على احاديث صحيحه وبنتكلم على حروب حصلت بسبب الموضوع ده. يعني انت مين؟ معلش يعني انت ممكن مثلا تمسح الحديث ده من البخاري ومسلم؟ ممكن تمسح الحديث دي؟ بس هي سلطه يا احمد. ازاي يا احمد؟ هي مش سلطه القاضي. يعني انا كمحمود مثلا ولقيتك قدامي، انا ماليش سلطه. ما انت بتقول لي، طب انا عارف الاحاديث، بس هي مش سلطتي يا احمد، مش سلطتي، هي مش سلطتي. وانت فاهم الستبس اللي بتتاخد عشان والاستتابه ومش عارف ايه والكلام ده كله يا احمد، مش سلطتي. وصدقني المفروض لا، ما فيش ستبس. على فكره انا عايز اقول لك، انا ما فيش ستبس. لو انت قاري لابن تيميه قال ان شاتم الرسول يقتل لحظتها، لو انت معدي كده ولقيت واحد بيشتم الرسول بتقتله لحظه. لا مش هو، مش انا برضو، بس هو انت في الاول وفي الاخر انت استفدت ايه من انك تشتم الرسول او ما تشتموش؟ حتى لو انت انا عندك فكره. انا شخصيا ما بشتموش، انا بقول لك اللي عايز يشتمه كواحد. يعني انا دلوقتي يا عم محمود، انا لو شتمت دلوقتي احمد شوبير، هل انا بشتمه عشان هو احمد شوبير؟ علشان هو كان يعني شعره حلو مثلا وجري مثلا، ولا بشتمه لان هو مثلا صاحب منبر، لان هو صاحب فكره بيقدمها؟ انا هو بالنسبه لي هو الفكره واحد. انا لو شتمت النبي انا مش قصدي اشتم النبي عينه، انا لو شتمت السيسي مثلا بشتمه ليه؟ يعني مثلا عشان بيلبس بنطلون بيدفي بيه ابزازه مثلا، عشان مثلا يعني قصير مثلا يا عم اهدى. انا مش بشتمه عشان كده، انا بشتمه علشان بصفته مش بشخصه.
شخصه ما يهمنيش ايا كان هو مين، لو شلته ده وحطيت مكانه واحد تاني عمل نفس الافعال هشتمه برضه. انا بشتم الانتاج بتاعه متمثلا في شخصه، ودي حاجه متعارف عليها في العالم. الناس اللي كانوا بيشتموا ماكرون، لو انت لما بتيجي تحرق مثلا علم المانيا، قصدك ايه حرقت علم المانيا؟ يعني الالوان ما عادش عاجبك مثلا، يعني الاسود والبرتقاني مش حلوين مش لاقين على بعض، ولا قصدك بتشتم الدوله اللي عملت حاجه معينه وده الرمز بتاعها؟ ده المقصود بانك انت تهين شخصيه عامه مش شخصه. احنا مش هنتفق في النقطه دي يا احمد، بس خليني اقول لك على حاجه. في الاول وفي الاخر انا لو انا عندي فكره، يعني انا لو عندي فكره وعاوز اطرحها بشكل كويس او بشكل كامل، تمام، اشرح كل حاجه. يعني اجي اقول انا عندي فكره انا ضد كذا، وفي ناس بيقولوا كذا، الشيخ فلاني قال كذا على النقطه دي وبتاع، بس انا مش متفق معاه، واعرض الرايين يا احمد، واعرض الفكره بتاعتك، واعرض انت في الاول وفي الاخر انت النهارده انت بتقول له تعالى، طب تعالى الحد دي، ما انت مثلا مهما معناها مطاط، يعني انا او مشرب خمره او الناس فاهمه كده، او مزني او ما اعمل كل الموبقات، تفهمني ايه الفكره يا احمد؟ ما هي ايه الفكره في الاول وفي الاخر؟ ما انت شايف المجتمعات اصلا تفهمني متدينه في تدني، انت فاهمني، وما بالك بقى ما عندهاش عقيده تخاف منها. فيا احمد لازم تبقى طرح الفكره كامله، تقول انا والله مؤمن بكذا، وهناك بيقولوا كذا، الدين ده بيقول كذا 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 كذا، واجيب كل الاراء بتاعتهم واجيب كل ارائي وفند وبتاع، لكن ما تجيبش من جانب واحد وتفسير على مزاجي وعدي دي وفوت دي. لو انت عاوز توصل للحق بغض النظر ايه هو الحق ده، انا رايي، وانا طولت عليك يا احمد، وانا تاني بعزك وشفت لك فيديوهات كتير وانت انسان محترم، واتمنى اتمنى يبقى إيه الطرح، تمام، طرح شامل. طب ما بيبقاش مستقصد عقيده، مستقصد دين، بيشيل اجزاء، ما بيذكرش اجزاء، في كلام كتير يا احمد وتفاصيل كتير، وفي شيوخ كتير طلعوا رد، وانت ممكن تجيب الرد ده وتتكلم فيه خلاص عشان توصل فكرتك. لكن بالمنظر ده هو الموضوع باين ان هو تحيز. اتمنى اكون وجهه نظري وصلت لك، واسف جدا على الاطاله، وشكرا لكم يا جماعه. شكرا استاذ محمود، واسف لو احتديت شويه في الكلام، معلش يعني يعني لا حبيبي، انا نكأت جرحا داملا، انا حاسس بيك حبيبي، ربنا يعزك، شكرا لك يا محمود.